رح ابكي اياه. هيدي اصعب فتره بحياتكم، ما رح نبكي. هذا الشيء كان ضروري يعلمونا اياه بالمدرسه. لو فيني احكي مع جوا المراهقه بقول هاي سبايا انا جوا وهذا الفيديو للمراهقات فقط. اذا منك مراهقه فيك تحضري هذا الفيديو، بس الافكار بهذا الفيديو اكثر للمراهقات. بس قبل ما نبلش بديكم تعملوا لي فولو على انستغرام، تعملوا فولو لهي ماك على انستغرام، وتعملوا سبسكرايب لهيدي القناه. انا كنت مراهقه من اكثر من 10 سنين، هلا بعرف انه باين صغيره بس انا عمري 27 سنه، فدايما بفكر انه يا ريت كان في بوقت انا كنت مراهقه فيديوهات يعطينا النصايح مثل هلا انا رح اعطيكم اياها. هلا جوا اذا كان في آلة زمن ورجعت الجوا اللي عمرها 14 سنة قدامك، شو صغيرة؟ شو بتقولي لها هلا؟ شو بتقولي لها للجوا اللي عمرها 14 سنة؟ كثير أشياء رح أقول لهم إياهم هلا أنا، لأنه بحس إنه يا ريت أنا كنت رح أبكي إياه. إنه لازم تعرفي شو المهم وشو اللي مش مهم تبكي عليه مثلاً. أحسن يكون عندك أقل أصحاب بس منيح من إنه كثير أصحاب ومش منيح. خلينا نكمل الفيديو هلا بقول لهم اياهم هيك بكثير توضيح كل شيء. اول نقطه اللي هي كثير مهمه وبعدني عم بشتغل عليها لهلا، تخيلوا لي 10 سنين بشتغل على هذا الموضوع، اللي هو انه ما لازم دائما يكون همنا شو الثاني بفكر عنا، لانه مشكله العالم بدون مصلحتنا، ودائما رح يكون في حدا عم بيقول اشياء بشعه بس كرمال نحن ما نكبر. اكيد لازم يكون همنا اهلنا شو بيقولوا لنا لانه بدهم المنيح لنا، بس مش كل الناس بدهم شيء منيح لنا، فلازم نحن دائما نركز على حالنا مش على غيرنا. انا دائما بقول لكم قديش انا كنت استحق، وبفتكر كنت استحق هالقد لانه كان همي هالقد العالم شو بتقول عني، فما كنت جرب اشياء جديدة. ولانه ما كنت جرب اشياء جديده ما كنت عم بعرف اكبر ويكون عندي ماي اون ايدنتيتي، يعني هويتي الخاصه. بس تجربوا اشياء جديده وما تفكروا العالم حواليكم شو رح تقول، هون بتبلشوا تكبروا. اوقات بنحس انه عم نتجرس اذا عملنا شيء غلط، بس هول الاشياء انتم بس رح تتذكرون، العالم خلص رح تنسى ان انتم بتشوفوها شيء كثير كبير، بس هي بحياتهم هيدي نقطة كتير صغيرة رح ينسوها. نقطة جديدة، لازم نظهر من الكومفورت زون تبعنا، يعني نظهر من منطقة الراحة. مثل ما قلت لكم من شوي، دايما بس نجرب اشياء جديدة بنكتشف حالنا اكثر، وكل ما بلشنا هالاشياء عبكير كل ما نكتشف حالنا ابكر وبنكتشف هويتنا عبكير، وهذا الشيء بيساعدنا نعرف شو بدنا بالحياة. انا مثلا فتت على الجامعة ماني عارفة شو بدي بحياتي، وهلا اوقات بفكر انه بركي انا ما كنت بدي ادرس شو انا درست، بس لانه ما كنت مختبرة كتير اشياء ما كنت عارفة شو بدي، ففتت حيلا شيء. رفيقتي هي مراهقة وكانت بعدها مخلصة مدرسة، اجت اخذت نصيحتي مش من زمان لان كانت بدها تفوت على الجامعة ومش عارفة حالها شو بدها تعمل، فانا قلت لها شيء بركي مش الكل يوافقني عليه خصوصي الاهل لانه مش معودين على هيدا الشيء، فانا قلت لها انه تروح تختبر اشياء بهيدا السنة الفرصة تبعها، لانه هيدا الشيء رح يخليها تعرف هي شو بتحب وتعرف شو بدها تكمل كل حياتها. في عالم بتفكر انه هيدا الشيء بركي انه خسرت سنة من حياتها، بس انا برأيي انه ربحت باقي حياتها تكون مبسوطة. تستثمري بنفسك، يعني invest in yourself. بهول السنين اللي انت مراهقة فيهم عندك وقت اكتر من بس تكبري ويصير في كل مشاكل الحياة، فحلو انه كل شيء بتحبيه تجربي قد ما فيك انه تعمليه. مثلا اذا انت بتحب الرقص روحي خذي كلاسز، بركي هيدا الشيء يكون طريق شغلك بعدين، تتعلموا لغة جديدة، ترسموا، تعزفوا على شيء آلة موسيقية، ما بعرف، انتو بدكم تشوفوا شو انتو بتحبوا وجربوا قد ما فيكم استعملوا هالوقت اللي عندكم اياه لتستثمروا بحالكم، وخصوصا انه هذا الشيء بيعطيكم ثقة بنفسكم، وكمان لانه بتكونوا عم تعملوا شيء بتحبوه رح يكون عم بيقلل ستريس من درسكم من الاشياء اللي عم تقطعوا فيهم بحياتكم. نقطة جديدة، نتقبل حالنا. بعرف انه هذا الشيء منه كثير هين وانا قطعت فيه، وبعرف انه كثير اخذني وقت لتقبلت حالي خصوصي بلا ميك اب، بس ما ضروري نحط ميك اب لنكون حلوين. انا حاطة ميك اب هلا بس لان في كاميرا وعم صور في إضاءة، بس أنا بحياتي اليومية مش كل يوم بحط ميك اب، وتقبلت حالي إنه أنا ماني بشعة، ما في حدا بشع أصلاً. مين حط شروط الجمال؟ مين قرر إنه هذا حلو وهذا مش حلو؟ كلنا حلوين. أكيد إذا ظاهرين مش غلط شوي نظبط حالنا، نحط ماسكارا، نحط اللي عبالنا نحطه، بس مش يعني كل الوقت لازم نكون فول فيس أوف ميك اب، هذا مش شيء طبيعي ومش منيح للسكن تبعنا أصلاً. والأهم من الميك اب هو سكين كير، يعني روتين العناية بالبشرة. إذا عم تعانوا من مشاكل بالجلد مثل الأكني، يعني حب الشباب اللي هي معظم المراهقين بيقطعوا بهذا الشيء، روحوا عن أخصائي الجلد. أنا شخصياً عانيت
عانيت من هيدا الشيء ورحت عند طبيب وساعدني كتير انه عالج جلدي، وهيدا الشيء اعطاني ثقة بنفسي اكتر. بس نكون مراهقات بهمنا شوي انه يكون عنا كتير اصحاب والكل يحبنا ونكون popular girl بالمدرسة، صح؟ انا كنت فكر هيك، بس هلأ صرت اعرف انه مش مهم الكمية الرفقة، مهم نوعية الرفقة. يعني في يكون عندك رفيقة واحدة او رفيقتين ويكونوا احسن صديقتين بالعالم، احسن من انه يكون عندك 100 رفيقة وبوقت الحاجة ما يكونوا موجودين ليساعدوك. ونحن ما بدنا هيدا الشيء، بدنا رفقة منيح. نصيحة صغيرة، الام دايما بتعرف الرفيقة الصالحة من الرفيقة اللي مش منيحة. انا شخصيا كل الرفقة اللي امي ما كانت كتير تحبون وكانت تقلي انه ما كتير بترتاح لهم طلعوا عن جد رفقة مش كتير منيح، وكل الرفقة المنيح بقيوا بحياتي. فدايما اسمعوا من امكم عن جد بيعرفوا. نقطة جديدة، بدي يكون عندك شخصيتك لقلك، ما بديك تتأثري بحدا انه هي هيك رأيها انا كمان بدي يكون هيك رأيي. حلو انه انت تفكري وتقرري انه لا انا هيك مقتنع فانا هيك بدي اقول، مش انه تستحي تقولي رأيك. حلو انه تطوري افكارك وشخصيتك ويكون عندك ارائك الخاص، مش كل شيء مثل حدا تاني. كمراهقات في رفقة بتتخانق مع بعضها، فحلو دايما نرجع خطوة لورا ونشوف وجهة نظر الشخصين، مش دايما انه هي معها حق، لا هي معها حق. لازم دايما نفهم الخبرية من الطرفين، وبس نفهم الخبرية نحن بناخد ارائنا الخاص ونحن نقرر موقفنا. تنظيم 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 بالحياة في عنده كتير تقسيمات، مثل درس كيف بدنا ننظم وقتنا، تنظيم الأوضة تبعنا تنكون مرتاحين بالسبيس تبعنا، وشي التالت اللي هو كتير مهم وما بيعلموه بالمدرسة ولازم يعلموه بالمدرسة اللي هو فاينانس، يعني حسابات المصاري. كلنا بنعرف انه في وقت للدرس، وقت للظهرات، وقت لكل شيء بالحياة، ونفس الشيء للمصاري. اذا كنا عم نشتغل او اذا عم ناخذ مصروفنا من اهلنا لازم نعرف كيف ننظم هول المصاري. حلو انه نكون نعرف انه في عنا قسم للظهرات، بس حلو كمان نعرف ندب مصاري على جنب كمان. ليش بدنا ندب على جنب؟ في يكون كرمال لانه عم نجمع لشيء معين بدنا اياه، في يكون لوقت الحاجة، في يكون لكثير اشياء انتو بتنقوا، ليش بدكم تتركوا مصاري على جنب؟ بس مهم انه تعرفوا تنظموا مصرياتكم، لانه بس تكبروا وتصيروا تشتغلوا ويصير عندكم مسؤوليات لازم تعرفوا تنظموا، مثلا هيدا للبيت، هيدا لنشتري اكل، هيدا لشو ما كان. فبلشوا على صغار لان هيدا عادة حلوة بتمرنكم لبعدين للمبالغ الاكبر. لازم تعرفي انه رح تغلطي ورح تزعلي، بس مش غلط تغلطي، لانه اذا ما غلطتي ما بتتعلمي وما بتكبري. كلنا بنغلط بالحياة، كل اهالينا غلطوا، كل الناس اللي بتشوفون انه هن الشخص المثالي هن كلهم قطعوا باغلط لوصلوا لوين هن هلا. فبديكم ما تخافوا من الغلط، لانه الغلط رح يصير، بس يصير في غلط اذا زعلتوا ما بديكم تزعلوا على فترة طويلة، لانه اذا بتفكروا فيها بعد 10 سنين هيدا الشيء الصغير الغلط اللي صار ما رح يأثر على حياتكم. يعني اف انا شبكيت على اشياء انا وصغيرة، بصير فكر هلا انه اف شو ما إلها معنى، ليش بكيت على شيء هالقد ما إله معنى. بعرف انه انتو بالخبرية رح تحسوا انه مبلا هيدا الشيء كتير مهم، بس فكروا شوي لبعدين انه هيدا الشيء هالقد مأثر على حياتكم او هيدا الشيء رح تنسوه بعدين. هلا انا عم بقولكم اشياء ياريت قلتها لحالي من 10 سنين، بس بديكم تقولوا لي انتو شو بتقولوا لحالكم لبعد 10 سنين بالتعليقات. واخر نقطة بضلني اقولها وهلأ عم قلكم اياها ورح ضلني قلكم اياها لانها كتير مهمة، ما تتأثروا بالسوشيال ميديا، لانه مش كل شيء على السوشيال ميديا هو ريل. فاذا بدي ارجع 10 سنين لورا وقول شيء لجوا، بقلها استفيدي من كل لحظة لانه ما رح ترجع لك هيدي اللحظة اللي قطعت. وما تستعجلي تكبري وعملي كل شيء بدك تعمليه، لانه هول اللحظات ما رح يرجعوا لك. هلأ كبرت، وهلأ إذا جوا العمر 14 سنة بتشوف جوا العمر 27 سنة بفتكر بتكون فخورة فيها، وهذا شيء كتير بفرحني. وآخر شيء بدي أقول لجوا كمان الصغيرة إنه الشباب منهم كتير منيح بهذا العمر، طري ما تبكي عليهم، لأنه رح يجي الشخص الصح ورح تكوني مبسوطة معه ورح يصير جوزك. باسم I love you. صارت رسالة حب هلأ. رح نبكي، ما رح نبكي. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. اذا حبيتوا بليز ما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام، تعملوا فولو لهي ماغا انستغرام، وتعملوا سبسكرايب لهيدي القناة، وتعملوا لايك، ودايما بنسألكم تعملوا لايك، اعملوا لايك، وبشوفكم الاسبوع الجاي.